أخيرا أستاذة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري الرياضي للإعاقة الذهنية، حضرتك هل اتخذتم أي إجراءات قانونية تتواكب أو تتسق مع ما صدر من المجلس القومي لشؤون الإعاقة بعد بيانهم شديد اللهجة الذي وضح أنهم سيتخذون كل الإجراءات الخاصة لمقاضاة مثل هذا الفعل؟ الحقيقة احنا كأعضاء مجلس إدارة يعني تم ناس كتيرة اتكلمت مع بعض في الأيام اللي فاتت، كان مجلس القومي للإعاقة، أعضاء في المجلس النيابي، ناس من لجنة الإعاقة، ف يعني اتفقنا على إن الجهة المنوط بها التعامل هي المجلس القومي للإعاقة، يعتبر هو الأفر هاند أو له اليد العليا في الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وأعتقد إن هو قام النهاردة بإصدار البيان اللي حضرتك قريته، وأعتقد إن هو هيتخذ إجراءاته، وإحنا متضامنين معاه ضد جميع ما يمس أولادنا، سواء من الناس اللي بتستغلهم في العمل في الشغل. في النهاردة أمي كانت بتقول لي إن هي ابنها تعرض لظلم جامد في العمل. الموضوع مش رئيس نادي الزمالك بس يا فندم، الموضوع إنه لسه ثقافة المجتمع بتيجي على أولادنا وعلى حقوقهم محتاجين كتير لسه عشان نواجههم، وعمر ما ده هنوصل له إلا زي ما حضرتك إعلاني يبتدي ينور النور، قضية تصار الأم اللي بقالها 3-4 أيام واقفة قدام مجلس الشعب ورافعة بتقول عايزة حق بنتي اللي تم اغتصابها.